من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن. حرم ربنا حرم الفواحش لانه يغار عز وجل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله فضيله الشيخ. حياك الله. حياك الله. صبح صبح يا عم الحاج. عم الحاج انا عندي سؤالين. السؤال الاول هو كانت السيده عائشه تعلم الرجال الغسل، اليس هذا فاحشه؟ كان عائشه نعم تعلم الرجال كيفية غسل الجنابة، هذا موجود في صحيح البخاري. لا مش البخاري. لا نعم. طيب فين؟ لا مش موجود. طيب حسن البخاري. طيب السؤال الثاني. عائشة كانت عائشة تطوف بجارية لها تقول لعلنا نصطاد بها شباب قريش. لا تعمل ايه جارية؟ نعم عائشة كانت تطوف بجارية لها تقول لعلنا نصطاد بها شباب قريش. لعلنا ايه؟ كانت السيدة تصطاد شباب قريش. مش سامعك. لا يا اخي الفاضل اسمعني. اللي بيقولوا ايه؟ اذا مش قال الشيخ الالباني ابن العرش وانقش، اثبت صحه الكلام ونبدا ندافع. لكن ما نعلم عن عائشه رضي الله عنها الا كل خير، وهي احب نساء النبي صلى الله عليه وسلم اليه، كما في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ قال عثمان. قال فسمى رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. وفي رواية رسول الله قال من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر. قيل من النساء؟ قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها. وأما أن إحنا نجد أسئلة أحاديث ما نعرفش صحتها إيه ونتكلم فيها، لو حديث صحيح أنا معاك، نتكلم في الصحيح ونشوف. لا 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 لا، هذه أحاديث ليست لها أصل، واللي يجيب الحديث بأصله يبقى ليك الكلام. إحنا العلم موجود، زي ما قلت لك أنا في الحلقة دي في أولها، السنة محفوظة، والله ما شاء الله، والله نزدادوا إيمانا بهذا، أنت السنة محفوظة حتى اللي في أوروبا، كتب الحديث اللي في أوروبا محفوظة، كما عندنا في مصر، كما في الأزهر، كما في المكة المكرمة، كما في المدينة المنورة، كما في المكتبات الإسلامية، الموجود هناك موجود هنا، ده من حفظ الله لدينه، لو حرف اتغير هتلاقي الدنيا كلها قامت. وموجود أحاديث هم يكرهونها ومع ذلك لا يستطيعون أن ينزعوها من الكتب الصحيحة، هم يكرهونها. يقول عن السيدة عائشة أم المؤمنين تاج رؤوسهم إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. إن بيقول عليها كانت معاها جارية وبتلف بها على شباب قريش. هو بيتكلم حتى كلامه في الاول كان بيتكلم بجهل، هيقول صبح يا عم الحاج، ده متبع يعني تخريفات ومتبع الافلام كثير وممكن يكون مش على مله الاسلام، احنا نشك فيه، لان كيف يتكلم على ام المؤمنين كده هو؟ احنا ما بيجينا نطيق ان يتكلموا على نساء امهات رسول الله عليه الصلاه والسلام، لان شتم رسول الله وقعد يدافع عن الرسول، ودلوقتي امهات المؤمنين يقولوا حتى بينهم وبينهم والله الامه ما واللي ما دفعنا عن رسول الله وامهاته عليه الصلاه والسلام وزوجاته الطاهرين ما راح يقبلين عايش على الدنيا وخساره تقبل شتنا على الدنيا بكفايه شافوا فعلا امهات المؤمنين وبكفايتكم على امنا السيده عائشه تجروا راسكم يا كلاب يا شيخ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. طبعا احنا قلنا إنها أحب نساء النبي عليه الصلاة والسلام إليه، وكل الصحابة رضوان الله عليهم فوق رؤوسنا. السلام عليكم. طبعا الشيخ ذكر بأن الحديث لا 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 ما موجود. صبح صبح يا عم الحاج. طبعا صحيح البخاري الطبعة الأصلية الصحيحة المطبوعة سنة 1272 هجرية، طبعا مطبوعة في العهد العثماني. طبعا هذا طبعا صحيح البخاري، طبعا باب الغسل إذا تشوفون طبعا هي طبعة حجرية، باب الغسل بالصاع ونحوه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو بكر عن حفص قال سمعت يقول دخلت على عائشة وأنا أخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء ونحوه من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها واغتسلت وفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله
يعني شنو قصتك قدامهم؟ بس اكو حجاب حتى تعلمهم على غسل الجنابة. قال ابو عبد الله: وقال يزيد بن هارون و عن شعب قدر صاع. هذا الحديث موجود في صحيح البخاري طبعا صفحة 25، باب الغسل، الغسل بالصاع ونحوه، في صحيح البخاري في الطبعة الأصلية. صبح صبح يا عم الحاج.